السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا عارفين ان في دلوقتي ديب فيك، انه ممكن ياخد اي صورة ليك وتلعب فيها. الموقع دوت بيخليك تحمي الصور بتاعتك، بيحط علامة محدش بيقدر ياخد باله منها، لكن لما يحصل اي تزوير بتقدر ان انت تعرف ان الصورة دي مش اصلية وهكذا. فده حماية قبل التزييف، دي الميزة بتاعته. تمام، بتقدر تتحكم في الصور بتاعتك في خوارزمية معينة، بيحط حاجة في قلب الصورة انت ما بتاخدش بالك منها، هي نفس الصورة لكن هو البرنامج، ومع الاتفاق مع برامج تانية ومواقع تانية خاصة بكشف التلاعب في الصور بيقدر ينبهك للحاجة ديت. تمام، فانت الصورة بتاعتك اهي، الصورة دي الأصلية، الصورة المزيفة هو بيبقى حاطط علامة معينة انت نفسك ما تاخدش بالك منها، لكن هو البرامج بتاعت الكشف تقدر تاخد بالها وتقول لك الصورة دي مش حقيقية، الصورة دي تم التلاعب فيها، الصورة دي مش هي دي الأصلية. تمام، طيب كل اللي عليك ان انت بترفع الصورة ويبدأ هو يعمل لك العلامة. طيب تعال نبص على البلان اند رايسنج، الأسعار بتاعت الخدمة. فبيقول لك لو انت ديفولبر هيبقى $90 في الشهر، ستارت اب هيبقى $850 في الشهر. فدي الخدمة دي هتبقى مثلا للمواقع الإخبارية الكبيرة وهكذا. ما أعتقدش إن حد ممكن يدفع مبلغ كبير في حاجة زي كده، لا أعتقد إن دي ممكن شركات إعلامية كبيرة. تمام، زائد إن أنت ممكن تضيف الخدمة دي للموقع بتاعك، يعني هتبقى في خاصية مثلا إن أي حد يرفع صور يتأكد أو يبدأ يحط شفرة بحيث إن يحفظ إن حد يلعب في الصور بتاعة الشركة.